قصة الأسد المغرور والفار. كان يا مكان كان في زمان غابة كبيرة كبيرة قوي. كان في الغابة أشجار وحيوانات كتير زي الفيلة أبو زلومة والزرافة أم رقبة طويلة وكمان الحمار الوحشي والغزالة وحيوانات تانية كتير قوي عايشة وسط الأشجار تاكل وتلعب وتتنطط. وكان في أسد قوي كان ملك الغابة، كان شايف نفسه أقوى حيوان وكل الحيوانات كانت بتخاف منه. وفي يوم من الأيام كان الأسد بيتمشى في الغابة فقابل فار صغير لكنه شجاع. الفار كان حابب يتكلم مع الأسد ويكونوا أصدقاء. الأسد كمل مشي وكأنه مش شايف الفار. في حاجة؟ ممكن تتكلم معي ونبقى أصحاب؟ أنا وإنت نكون أصحاب؟ طب إزاي؟ أنا أسد وإنت فار. أنا كبير وإنت صغير، أنا قوي وإنت ضعيف. مش معنى أن أنا فور وصغير وشكلي بالنسبة لك ضعيف ما تتكلمش معايا. بقولك إيه، أنا أصحابي كلهم أسود، لما تبقى أسد زيهم ابقى تعالى نتكلم ونبقى أصحاب. مشي الأسد وساب الفور واقف لوحده. جري الفار وراح يلعب مع أصحابه وما زعلش. وفي يوم تاني كان في مجموعة من الصيادين وعملوا حفرة كبيرة وحطوا فيها الشبكة وغطوها بالزرع. ولما الأسد جاع وطلع من بره بيته يدور على غزالة حلوة ياكلها، ما خدش باله من الزرع ومشي عليه ووقع في الشبكة. فضل الأسد يزقر بصوت عالي لكن محدش سمعه غير الفار. الحقني الحقني. انت بتكلمني انا؟ اكيد. هو في غيرك هنا؟ انت الوحيد اللي تقدر تخرجني من الشبكة دي. بس انا مش أسد ولا انا كبير ولا قوي زيك، خلي اصحابك الأسود الأقوياء يجوا يخرجوك. قرقد الشبكة بسنانك وخرجني، وانا اسف على الكلام اللي قلته لك قبل كده. يعني لو خرجتك من الشبكة هتصدق ان مفيش حاجة اسمها قوي وضعيف، ان كل واحد فينا في ميزة مش موجودة عند التاني، هنبقى اصحاب؟ انا موافق نكون اصحاب بس خرجني بسرعة. شكرا، انا ما كنتش اتخيل ان في حد اقوى مني يقدر يمسكني. وانا مش هنسى شجاعتك واللي عملته معايا، ومن دلوقتي احنا بقينا اصحاب وتقدر تجي لي وتتكلم معايا في اي وقت. وتشكر خالص.